صباحكم بالخير. اليوم السبت 27 كانون الثاني يناير. اليوم القمر مرافقنا من برج الجوزاء الهوائي، والشمس إذا بتتذكروا موجودة ببرج الدلو الهوائي، يعني اليوم في عنا مثلث فلكي هوائي بين القمر والشمس، ومستمر لبكرة. يومين رائعين بانتظار الأبراج الهوائية، الدلو، الجوزاء وأيضا الميزان. فكيف رح بيكون هالنهار على كل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. أنت من أول المستفيدين من هالمثلث الفلكي الهوائي، لأنه ما بتهدى، كل الأمور عندك فيها حركة، وهذا الأمر أمر بخليك تكون مبسوط، لأنك بتكره مولود برج الحمل الهدوء والركود والقعدة بلا شغلة وبلا عملة. الأجواء اليوم نشيطة جدا، وبالتالي بانتظارك عطلة أسبوع ديناميكية وحلوة، فيها كلام وفيها زيارات وفيها تواصل كتير حلو مع الناس. تبقى المواليد الأوفر حظا اليوم هي مواليد شهر أدار مارس، أيضا 10 و11 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لك نهار جيد، صحيح عطلة أسبوع، وبالتالي بدك تنتبه، لأن عطلة أسبوع بدك تنتبه من مصروف، مصروف طارئ، مصروف فيك تتجنبه، ويمكن المصروف أنت مضطر عليه، لأنه عطلة أسبوع احتمال طبعا أنك تكون مع العيلة، أو تكون طالع نازل على السوق، طالع بالك أنك تدلل حالك، نتفي تهتم بعائلتك بأحبائك، أو يمكن يكون في عندك بعض الفواتير يلي بدك تركض وتدفعها اليوم لأنك نهار إيجازي. لكن الجو العام إيجابي، خاصة 24 25 و26 نيسان أبريل. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لك مولود برج الجوزاء، مش كل يوم بيمرق نهار ممتاز مثل اليوم وبكرة. فيني أقول لك أنه اليوم وبكرة هن أفضل أيام الشهر كله من أوله لآخره. فإذا عندك شيء ملبك وصعب وبدك يزبط، بدك تحكي مع أهلك، بدك تحكي مع فلان، بدك خدمة من حدا، بدك تخلص شغلة معينة بالشغل، بالبيت، بالحياة الاجتماعية، شو ما كان، اشتغل عليها اليوم وبكرة. اليوم أو بكرة ماكسيموم، الأجواء رائعة وفيك تنتظر أخبار كتير حلوة بتوصل لك بعطلة هالأسبوع. الأوفر حظا بالتأكيد هي مواليد شهر أيار مايو، وبدي يضيف عليهم 1 2 و3 حزيران يونيو. بكمل مع برج السرطان. اليوم مولود برج السرطان، خصص عطلة الأسبوع للراحة، للراحة، فما تخترع البارود اليوم، وما تحط حالك برأس الحربة، وما تحط حالك بمشاريع صعبة. انت كون a follower اليوم، انت ما لازم تكون شخص يلي عم بيقود او عم بيدير عملية صعبة، لانه انت اليوم اول شيء اغلاطك كتيرة موجودة، وغلطة وحدة بتخلي الناس تزعل منك، فبالتالي خليك قاعد لا سامع ولا قاشع، وخلي غيرك يستلم الموضوع. وعطلة الأسبوع خليها تكون هادية ورايقة، وانتبه عطلة الأسبوع يمكن بصراحة مشاريعك تتغير فيها. إذا عامل مشاريع كبيرة انتبه، حط بلان بي، لأنه معقولة يصير شيء وتتغير هالمشاريع. انتبه لصحتك أيضا. الأقل حظا 25 ل27 حزيران يونيو. بنتقل لبرج الأسد. نهار بيسلي لمولود برج الاسد، بيشيل الغم الخميس والجمعه، اليوم في فرحه، في فرح، وعلى الارجح اليوم مولود برج الاسد بيطلع باله يرجع ياكد على حجز او على عزيمه كان مستلمها وما كان طالع باله انه يقبلها. فبول اليوم، بال اليوم، الجو حلو كتير للفرح، للتسلية، طلتك كتير حلوة، رح تتسألة، رح تنبسط، رح تفرح، ومش بس حتى أمور اجتماعية، كمان مهنية اليوم. إذا أنت عم تلتقي مع أشخاص أو عندك شغل قبل الظهر، أو في عندك بعض الأمور المهمة اشتغل عليها، لأنه الحظ معك نسبيا. الأكثر حظا 18 و19 أب أغسطس. كمل مع برج العذراء. بالنسبة لك مولود برج العذراء، هالنهار ما رح ترتاح فيه. إذا مفكر إنه هالعطلة الأسبوع رح بتكون خي وأخيرا خلصت الجمعة وركضنا على البيت، ومن قبل طلوع الضوء إلا ما يصير شيء بيخليك على أعصابك، بيخلي الجو مكهرب شوي، الأجواء منا سهلة مثل ما أنت مفكر. يمكن يكون حدا من العائلة، يمكن يكون حدا بالبيت، يمكن يكون من الشغل، ركود عجل، صار شيء، ركود وقدم ولحق على أساس أنت نهار إيجازي، نهار متقلب. لكن بقول لك أنه المسؤوليات كتير كبيرة لكنها مهمة جدا، ممنوع الإهمال، التقصير، أو أنك تدير ظهرك لإلها. في بعض التعب قد يتعلق بأحد الوالدين. الأقل حظا نسبيا 4 5 و6 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان.
من أجمل الأيام لمولود برج الميزان اليوم وبكرة، يومين ممتازين. بتنجم اليوم، نجمك كتير قوي للأيام الحلوة جدا يلي تحس حالك أنه الدنيا مش سايحتك، وبالتالي بدك تنتبه، بدك تركز لحتى ما تتشتت هالفرص الحلوة اللي عندك إياها. شو هي الفرص؟ هي عطلة أسبوع، يمكن نهار حلو لحتى تقضي quality time مع أولادك، مع عائلتك، مع جيرانك، تصلح الأمور، كنت مكشر عفولين، اليوم نهار جيد إذا ابتسمت، نهار حلو لترتب الأوضاع، عندك عطلة أسبوع ممتازة. هلأ نحن بلبنان عطلة أسبوع السبت والأحد، عم بيشتغلوا يمكن الأحد بكرة كتير من الأشخاص، فبكرة كمان نهار ممتاز. بجميع الأحوال اليوم نهار رائع جدا جدا على كل المستويات. مواليد سبتمبر 1 2 3 4 5 و 6 أكتوبر الأكثر حظا. بكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب بدك تداوي حالك، you need to heal yourself، بدك تشتغل على حالك أكثر، بدك تتصالح مع ذاتك، بدك تخفف شوي ضغط على حالك، بدك تاخذ الأمور بهدوء أكثر وبواقعية أكثر وما تعتل هم أكثر وهالقد، وتطلب نصيحة واستشارة، تسأل فلان، يمكن عندك الجارة بتعرف شيء أكثر، يمكن أهلكم بيعرفوا معلومة أكثر، أصحابكم إخواتكم. نهار بيطلب منك ترتيب الأمور تترجع تزبط حالك، تدوزن حالك مجددا وترد الكفة، تصير متوازية مجددا. نهار متعب شوي بجميع الأحوال، انتبه لمعاملات وأوراق ما تطلع من البيت، وعارف أنه تأكد قال له تطلع من البيت أنك حامل كل الوراق. كن حذر جدا 21 و22 نوفمبر، انتبه جدا، انتبه خاصة من السرعة ومن المشاكل. 12 13 و14 نوفمبر الأكثر حظا. بنتقل لبرج القوس. إذا مولود برج القوس كان كل الشهر جيد، اليوم مولود برج القوس نوعا ما على أعصابه، يعني اليوم شوي باله قصير، هذا الشيء معقول يرجع يخربط بعض الأمور، لكن مطلوب منك تطول بالك. أنت صرت على شط الأمان، طلعت من هالنفق المظلم اللي عمره 3 سنين، هلا بدك ترجع تبلش من جديد، بدك تنسى الماضي، تاخذ العبر، مش انه تنسى الماضي ما تعلمنا شيء، بدك ترجع تتعلم مجدد، خذ العبر من اللي صار. اليوم في بعض الاشياء اللي بتوتر لك اعصابك، يا خي طنش، انت خذ قرار انه اليوم بدك تنبسط وتفرح وما تخلي شيء يقعد اعصابك من دون ما يكون في استفزاز للاخرين اليوم وبكره. كون حذر 23 و24 نوفمبر، كونوا حذرين. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي اعطيه كل شيء حقه، اعطيه كل شيء وقته، العائلة اعطيها وقتها، اعطيها اهتمامك، اعطيها كل شيء بتعرف انت من رعاية، اهتمام، محبة، كل هالأمور هاي. اليوم نهار شوي متعب لدرجة انه بعض مواليد برج الجدي يمكن ما يستمتعوا بعطلة الأسبوع لأنه في عندهم شغل عم بيدرسوا، امتحانات، أو يمكن يكون في أشغال اجتماعية اخذة من وقتهم أو حتى مهنية. نهار متعب أيضا صحيا، خاصة 26 ل 28 ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو من أجمل الأيام، من أجمل الأيام بشهر كانون الثاني يناير، من الأيام الحلوة جدا 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 يلي بتعمل فرق كتير عندك. هيدا نهار تقريبا كل شيء بيزبط، كل شيء تقريبا بيزبط. اليوم نوعيته ممتازة لدرجة أنه الأمور المستعصية بتزبط اليوم، اشتغل عليها، خلي نفسيتك مرتاحة وشوف أنه كل شيء بيزبط، على الأقل بتاخد الجواب المطمئن وما بيعود ضميرك يأنبك. نهار ممتاز لتقضيه مع أحبائك، لتقضيه مع مين ما بدك، لأنه كل شيء بيزبط اليوم، خاصة عند 1 و2 شباط فبراير. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت هيدا نهار بتقول يمكن بيطلع بالك تلغي كل مشاريع، عندك مشاريع عاملها مع أصحاب، مع عائلة، ظهرة، طالع باله مولود برج الحوت ما يعمل شيء خالص، يقعد بالبيت يحضر تلفزيون ليل نهار. ويعني الجو شوي عندك مولود برج الحوت بيقول إنه ما في طاقة كتير كبيرة، فما تصعب على حالك هيدا النهار. خلي الروتين اليوم يكون سهل، ما يتعبك وما يتعبك جسديا وما يعذبك، خاصة إذا قاعد مع الأولاد ومع العائلة ما تخليه يقعد على أعصابك، فخذ الأمور بكل هدوء وطول بالك وجرب ترجع بكير على البيت وترتاح ساعتها، وهيك الكل بيكون مبسوط.
الأكثر تعبا 2 و 3 أدار مارس، بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة كتير حلوة، سنة بتقربه أكثر من أحبائه، وإذا ما في أحباء من حولك هيدي السنة تجلب وتجذب لإلك الأحباء والداعمين والأصحاب والأصدقاء، وهنالك تقدم احتفالات ببيتك بحياتك الخاصة. سنة ممتازة. شباط، فبراير، حزيران، يونيو وأكتوبر هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي.